حرب الخرقون يلي منعتوا الجبهة تنفتح باتجاه حماس، فتحوا جبهة ثانية. وهذا كيف؟ سامحونا يا شباب يا أهلنا، سامحونا والله كسرنا وأرضنا كسرنا في عالم ما يمطوفة منا، بس والله غفوا عنا غفوا عنا لأجلكم، بعد الشر عنكم انظروا الله أفضل يبتعد الشر عنكم، انظروا الله وقتلنا أفضل يبتعد الشر عنكم. تعرفوا فتحنا جبهة جديدة، الطيران ما بيطلع بيخطفكم، بس ما يا شعبنا الكريم، الكلمة لك يا أهلنا ويا أحبابنا، الكلمة لكم، قولوا قولكم يا فصائل الشريفة يا مرحبا إبراهيم بالإقلاع والتجهيز والحمام، مرحبا إبراهيم بالإقلاع والتجهيز والحمام، مروح براميل بالتجهيز للإقلاع من حمام، مروح براميل بالتجهيز للإقلاع من حمام. جينا كمان بالأسابيع الجاي حامل الطائرات إيرانية لأول مرة ستكون حامل الطائرات إيرانية موجودة في جمال جمال جمال. شو قلت؟ مش بوش معاك إلى جمال الديبو خليل على 62. جمال الديبو على 62 يا جمال هلا من الطائف هلا يا دنوار ولا فرصك واقسم بالله ما حضرتك عليك ليش فين انت؟ صفتكم ايش يعني؟ ان شاء الله نفكر اذا انضربت احد الضيع يعني استجابه لكم. لا وكتاب الله، لا وكتاب الله مو استجابه لكم، مش المات مغرو. لا بشوش معك يا بشوش معك صحيح فصائلنا ما حد منكم ردين علينا مثل ما عم يقول الوسخ النجس، احنا بنعرف ان هذول عم بيلعبوا على اوتار، بس يا فصائلنا نحن كلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هكذا أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي. الله سبحانه وتعالى عندما يكون ظننا بالله ظن خير الله يعطينا كل خير، ونظن بالله أنه سوف ينصرنا وسوف تأتي رجال يجلسون البلاد كلها طلبا في جهاد في سبيل الله. يا فصائلنا إن لم تعملوا بما يرضي الله فسوف يستبدلكم الله ويستبدل قاداتكم ويأتي بقوم جدد برجال جدد يحبون الله ويعملون فيما يرضي الله، هذا وعد الله للأمة الإسلامية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرق يا أخي من كم من هارجة في قادات وصافوا وصفوا تحت الأرض وخلص أجلهم، بس شو قدموا؟ إن قدموا خيرا فهو خير لهم وإن قدموا شرا فهو شر عليهم، فاتقوا الله بأنفسكم يا قادات. قد أفلحت ورب الكعبة، وإن كان غير ذلك إن كان اليوم الأمير صالح لجمع الدولار وجمع الدينار وجمع الأنا وجمع البيوت ولن يصير أمير ولن يظلم الناس، فعلى من رب العباد ما ينتقم من أكثر انتقام، وما يرضي الله هو كاسب القرى النصيرية وقتلهم وتدميرهم. قاتلوا كما يقاتلونكم، قاتل المشركين كما يقاتلونكم، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن يقاتل المشركين والنصيرية مشركين والشيعة مشركين والصليبية مشركين، يجب أن نقاتلهم كما يقاتلوننا. قاتلهم وين ماسكك؟ مروح إبراهيمي بالإقلاع وحربي رشاش من حماة بالإقلاع. حربي ومروحي من حماة. حربي ومروحي من حماة. معك على غسل الزباة يطلع
زياد سوادي ابو عبدو، زياد سوادي ابو عبدو عليك نداء على الربطة، زياد سوادي ابو عبدو سواد عليك نداء على الربطة.